اللهم يا مقلب القلوب، صل على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا مغير الأكوان، أعني على تغيير نفسي. يا مصرف الأكوان، صرف شؤوني إلى كل خير. يا هادي، اهديني إلى عيوبي يا الله، اهديني إلى عيوبي ونواقصي يا الله، حتى أسعى إليها، حتى يسلم قلبي، فآتيك يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا مغير الأكوان، يا مغيرا من حال إلى حال، غير حالنا إلى الأحسن، إلى ما يرضيك عنا يا الله. اللهم بصرنا بعيوبنا لنحاول أن نصلحها حتى نقدس لك فنكون خلفاءك في الأرض يا الله. انظر إلينا بعين الرضا، تعبنا في هذه الدنيا ونحن عنك بعيد، قربنا منك واجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأحبابك يا الله. يا الله انظر إلينا وخذ بأيدينا إليك بعد أن ضعفت قلوبنا في السير إليك. ضعنا على طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ضع أخلاقنا على طريق النبي، ضع أعمالنا على طريق النبي، ضع قلوبنا على طريق النبي. اللهم غير حالنا وبدل حالنا يا رب العالمين إلى ما تحب وترضى، حتى إذا نظرت إلينا فرحت، وحتى إذا رآنا رسول الله يوم القيامة سر بنا واطمأن علينا يا الله. يا رب نأخذ بالأسباب لنرضيك، فأعنا ووفقنا يا أرحم الراحمين.